السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت باش ندير لكم فيديو باش نتعرفوا فيه على الاثمنه ديال الخروف ديال العيد. ما عرفتش واش غادي تكون اثمنه منخفضه ولا اثمنه مرتفعه كيف ما العام اللي فات. العام اللي فات كان العيد يعني الاثمنه غاليه. مهم بقاو معايا في الفيديو باش غادي نتعرفوا على الاثمنه. وانا كنت واجد في مدينه وجده، بلاتي ان شاء الله غادي نقول لكم البلاصه فين كاينه بالضبط باش اللي بغى يمشي يشري يمشي يشري. خليكم على الفيديو وفرجه ممتعه. تبارك الله الحوالة زينين. دوماج كاع الزينين بيوعين. دوماج كاع شحال هذا خويا اللي جالس؟ هذاك 74. تبارك الله. وقف هنا المدير. واخا دخل دخل. وين ندخل؟ ها حل صاحبي. هذا. اسلام روحي شدي انا ندخل اجي. ما تخافيش. عندك غير بشويه. اقعد تما. اقعد تما وما غاديش يبغوا الحمار. سيف الدين هز لي بونت. واحد شوف اللي تخير فيه، ما تعرفيش تخير تخير. تبارك ربي يخليك. شوفوا هنايا انا بانكم في واحد. ها هو بلما تخير. وهذا شحال خويا؟ يعني تخير شي واحد في الصحراء. ما 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 طلع القرون ديالي. ما ارا تشوف يلا شوفي اللي يعجبك وخلينا نتفاهموا. يلا هادو كاع ما تلقاش بحالهم. هادو كاع ارا ديال ابغي نطحهم صافي.
راه تبارك الله كلشي زينين ما عندنا ما نقولوا. شو هذا وتبارك الله عليهم، عندهم حواله غزالين وحواله زينين. اللي بغى يشري الحولي كبير واللي بغى يشري الحولي صغير، كل واحد على قد جيبو. والله يعطيهم الصحة، يعني المسكين يعيد واللي ما عندوش يعيد، يعني عندهم أثمنة زوينة. وبالنسبة للمكان اللي متواجدين فيه بالضبط، الناس اللي جايين من لازاري لاستاسيون إفريقيا غادي يهودو نيشان حتى لعند ستوب ديال الصندوقة ديال الحليب، ويدورو على اليمن يمشيو غير نيشان حتى يفوتو الباطيمات ديال حدوش، غادي تجيهم على يدهم لسرا. وبالنسبه للناس اللي جايين من المدينه غادي يجيو نيشان حتى يفوتوا الباطيمات ديال حدوش، ثاني هما تجيهم على يدهم لسرا. وبالنسبه للناس اللي جايين اسواق السلام عند ستوب، يدوروا على اليسر من عند الصندوقه ديال الحليب ويجيهم على يدهم لسرا. بالنسبه للناس اللي جايين من الاتجاه الاخر اللي جايهم البلايك، غادي كيكونوا جايين غادي يجيهم على يدهم اليمن. نتمنى ان شاء الله تمشيو تقدموا عندهم الحواله، عندهم حواله فنين. زعما الصراحه كلشي زين الحسن، ما عندي ما نقول والله. كاين 350 واحد، نعطيك واحد الشيء. والله الا فن ما عندنا ما نقول الصراحه. تبارك الله يستاهلها. شو بغيت تمشي معايا؟ ان شاء الله. نقول لها خليوها عندك. سمعتي؟ لا تخافيش. شوف اربحي انا كي هذاك غادي بغيت نوريه للراجل التصويره. وقف هذا نصوره باش نوريوه للراجل. صورها عيسى مزيان. جيبها مني جيبها مني بالطرف. تبارك امين يا رب العالمين امين. هاد الصغار لنا 240 ياك. 240 220 250 واحد. تمام. واو تمام. لا هذاك فن، هذاك تاع 470. شوفي. 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 قال لي بغيت نعطيك 250 وموت. هو زيد له غادي نزيد له واحد 100 الف راه باه. زيد له 100 الف. ولا تدير الحسن ديالنا زعما الصراحه والله الا عندهم كل شيء. انا دخلت السوق خديت عليهم واحد العام اللي معايا قلت هنا. لا لا لا. شاو شاو. هيا. باعها؟ لا لا شاو. ها نتوما البنات، بلا ما تخرجوا من ديوركم، بلا ما تضعوا راسكم مع هاد الشميشه اللي كاينه، انا جبت لكم كاع الاثمنه اللي كاينه في السوق، وخليت لكم الرقم ديال الهاتف ديالو والمكان ديالو فين متواجد بالضبط، باش اللي عجبته شي حاجه يتصل به ولا يمشي عنده مباشره ويتقضى عليه. مهم البنات، بالنسبه لواحد النصيحه مهمه، خص الانسان ديما يشوف اللي تحت منه، اما لا بقى يشوف اللي على منه راه ديما غادي يبقى يكون يضرو خاطرو. لحقاش الله سبحانه وتعالى فرق الارزاق، كل واحد وعطاه الرزق ديالو، كاين الغني كاين الفقير، كل واحد يتمشى على قد جيبو ويشري الحولي ديالو على قد الفليسات اللي عنده، ما يفرضش على راسو شي حاجه اللي ما كاينش في الاستطاعه ديالو. ونتمنى ان شاء الله الناس كامله تشري الحولي والناس كامله تعيد ويفرحوا راسهم ويفرحوا حتى وليداتهم.
وهنايا صافي شفنا الاثمنه اللي كاين عند هذا السيد. نتمنى ان شاء الله الحواله كاملين اللي عنده يتبعوا ونقولوا له الله يسخر. غادي نمشيو نشوفوا عند واحد السيد واحد اخر، غادي نشوفوا ثاني الاثمنه ونشوفوا الحواله اللي عنده. شحال هذا؟ شحال 220. 220 واش الثمانات فيكسي الحاج ولا؟ الثمانات فيكسي ولا؟ يعني بلاصتو ما فيهاش تكعرير. راح نشوفو هاذيك هذا اثنين الحاج. ايوا الشغاله اثنين في السيفون. خروف خروف. تاخو الحاج لي بيحلى. هذا شحال اخر؟ شويه الثمن شويه. لا والله لا شويه الثمن. بالي وقيلا هذا العام الغلا. والله يحسن العون صراحه. الله يحسن العون. الله يسخر الحاج. وهنا تاني كملنا مع هاد السيد، شفنا الاثمنه اللي عنده، وغادي نمشيو تاني عند واحد اخر ونشوفوا واش كاين نفس الاثمنه ولا كاين شي اثمنه مرتفعه ولا منخفضه. بقاو مع الفيديو. هادو اللي هنا تبارك الله. هاد العام تبان لي شويه الاثمنه غاليه. لا بصح الف غالي فيه دوم المشي. تا هادو الاثمنه ديالهم مفترقه على هادي. لا مخيره هذاك فين كاع راني نقول ها هو هذا البيض. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذاك لاعب بوحدو منا قلت له شويه 160 170 راني نعطيه الثمن. شوف مثلا كاين شي ثمن هذاك الحاج 170 160 والله نجيبو لهم غادي نفوتو كاع غدادي غدادي نجيبهم معايا نجيبهم لك نقلعو علينا من الطريق كاع يجيو يشوفو شحال خالي الثمن. دير جودك حتى انت. كي هذا؟ هذاك زوين هذاك زين يدوب 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 في الفخر ما تقبض جوج دقايق يدوب. وهذاك اخي هذاك شحال 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 ش
بغيت ندير لك ان شاء الله هاك الكلمة. احنا عارفين كل شيء راه غالي بالنسبة لينا ولا احنا احنا على الدار بين حساب 300 طلع لينا احنا للدار. هذا هذا واقيلا مبيوع اللي مكتوب فيه الخضر ياك اجي من كاع اللي فيهم النوامر مبيوع. شحال الثمن ديالو هذاك؟ 38 تبارك الله يستاهلها. شريتو ولا مازال؟ مازال فرا مازال بحال هذا الشربي هذا. شنو نشوف؟ تبارك الله مبلبل. هذا يا ولدي خروم لا تبارك الله فن يستاهلها الصراحه زين ياك يستاهل يستاهل والله. صافي صافي ما تخربش ولدي صافي نضحك صافي ماما صافي وكيوصل الفيديو النهاية ديالو. نتمنى ان شاء الله تكونوا تعرفتوا على جميع الأثمنة ونتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو. وما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش في القناة ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. وشكرا على المشاهدة وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.